صباح الخير مرة ثانية على كل مشاهدينا في كل مكان، ورجعنا نتواصل معكم من جديد واستمعنا للحن الصباح مع الفنان الراحل المقيم محمد وردي، وتغنى بأغنيات كثيرة جدا لهذه البلاد، وتغنى بأغنيات للسلام للوطن، ونادى من أوائل الفنانين الذين تغنوا ونادوا بالحرية والسلام والعدالة. هذه الشعارات الجميلة التي خرج جموع الشعب السوداني من أجلها في ديسمبر، وأسقطوا نظام دام 30 عاما من أجل تحقيق مفهوم السلام. والسلام يبدأ دائما بالسلام الداخلي، السلام المجتمعي. خلونا نتكلم عن مفهوم السلام الاجتماعي والسلام المجتمعي اليوم في صباح الشروق، لأنه واحدة من الأشياء المهمة والجميلة في البلد. بتحقيق مفهوم السلام الاجتماعي يتحقق أو تتحقق مفاهيم ثانية كثيرة ومهمة جدا في البلاد. بتحقيق مفهوم السلام الاجتماعي يتحقق مفهوم السلام العام الذي تم توقيعه قبل يومين أو يوم الاثنين في جوبا. هذه الأشياء التي تحققت من خلال تحقيق مفهوم السلام هي أشياء إيجابية جميلة مهمة لوطن جديد لسودان جديد. اليوم نتحدث عن مفهوم السلام الاجتماعي ودور السلام الاجتماعي في التنمية الاقتصادية، في التنمية المجتمعية، في دعم الشباب بصورة كبيرة. داخل الاستوديو معنا صباحا دكتور دلال عبد العال، باحث وأكاديمي وناشطة اجتماعية. أهلا مرحبا بك دكتورة دلال، صباح الخير عليك. صباحك محبة وسلام لكل البلد. أهلا بك، صباح السعادة. يعني دكتورة دلال، أنت يمكن من سكان منطقة بري، واحدة من المناطق اللي كان عندها دور كبير جدا في الحراك الثوري، كنداكة من كنداكات البلاد اللي كان عندهم يعني أثر وبصمة واضحة في الثورة السودانية المجيدة التي لفتت نظر العالم أجمع. دكتورة، حدثينا أول عن كنداكات بري في الثورة والحراك الثوري والمجتمعي في المنطقة تحديدا. بداية تفضل. فلنتحدث بصورة عامة، ما نفصل ما بين منطقة بري والمناطق الأخرى، أنا أعتز بإني منطقة بري. ولكن المرأة السودانية أو الكنداكة تحديدا منذ التاريخ القديم بدأت في مشاركتها في الثورات وفي الحراك الثوري، وكانت هي من أكثر الناس حضورا. الأسباب الأقوى اللي خلت المرأة السودانية كانت أكثر ظهورا في ثورة ديسمبر، اللي هي ما لاقته من كثير من التهميش، من كثير من عدم الاهتمام بقضاياها وبأمور المجتمعية. منطقة بري يمكن هي اشتهرت أكثر، بس كان بيتواجد حتى نساء من المناطق الثانية، من درمان ومن بحري. كنا بنكون حريصين اليوم ما في بري مواكب بنمشي المناطق الثانية. فالحراك الثوري للمرأة السودانية منذ القديم ولا زال إن شاء الله. نعم، وهيستمر أكيد. طيب، يعني رأيك في النشاط المجتمعي ما قبل الثورة السودانية؟ يختلف طبعا ما قبل الثورة السودانية وبعد الثورة السودانية. ما قبل الثورة السودانية انحصر في أنشطة محددة، ما بعد الثورة حيبقى العبء أكبر في النشاط المجتمعي، لأنه عايزين نحافظ على مكتسبات ثورة جات على دماء شباب فقدوا أرواحهم بسببها. ما قبل الثورة كان محصور فقط في الأعمال الخيرية مثلا، أما ما بعد الثورة مفترض يتوسع، يصل لحد التوعية السلوكية للناس، تغيير المفاهيم، تغيير الرؤى عند الناس، تدعيم الشباب بحيث أنهم يواصلوا في مسيرتهم بإذن الله. أكيد. يعني نقدر نقول دكتورة دلال أنه ما قبل الثورة يعني كان النشاط المجتمعي قليل، بمعنى أنه يعني زي ما قلت هو حصر أو حكر على أنشطة معينة، كان ما في مساحات، ما في براح في نشاط المجتمع عموما، سواء كان للشباب، للنساء، للأطفال وغيره. بالتأكيد، لأنه ما قبل الثورة كان القصد منه يمكن جانب سياسي أكثر، فانتشر في مناطق كثيرة غرب السودان أو شرق السودان، لكن كان القصد منه سياسي، ما كان القصد منه المعنى الحقيقي اللي يدير معنى النشاط المجتمعي، بأنك كيف توفق ما بين الأفراد المختلفين، كيف تقدم الخدمات، كيف تطور منه ونتنمي منه. بنتكلم عن 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 سلام مجتمعي، بنتكلم عن المفردة ما سهلة، يعني كلمة سلام كلمة جميلة وحلوة ومريحة في حالة إنه تم تطبيقها بالصورة الصحيحة. خرج جموع الشعب السوداني زي ما ذكرت قبل قليل مناديا بحرية سلام وعدالة، مفاهيم وشعار مهم جدا في البلاد. في رأيك عشان ما يتحقق السلام المجتمعي، كيف نقدر نطبق حرية أو مفاهيم حرية سلام وعدالة؟ بالضبط، السلام المجتمعي طبعا هو بيعني إدارة الاختلاف، إنه كيف ندير الاختلاف ما بين الناس. حرية سلام وعدالة، الحرية انتزعت انتزاع،
حرية التفكير، حرية العمل، حرية العقيدة بمختلف مسمياتها وأشكالها، لكن للحرية حدود بتصل حد إنها ممكن تبقى في شعرة بسيطة ما بينه وبين الفوضى. فعشان نحقق الحرية لازم نفهم بأنه الاختلافات ما بيننا كيف تدار. السلام، وإحنا في تباشير السلام الأيام دي، ويمكن المجتمع السوداني من أكثر المجتمعات اللي بتحب السلام والتعايش السلمي، فالسلام بدت بوادره لكن لسه محتاجين لتعزيز بناء السلام. العدالة دي هي المعضلة الحقيقية قدام الثورة، وهي يمكن اللي حتاخد زخم أكبر وحتاخد مساحات أكبر، لأنه إحنا عشان نحقق العدالة مفترض نهتم بمناطق كانت مهمشة في الفترات الفاتت، فئات زي النساء كانت مهمشة في الفترات الفاتت، الشباب، الأطفال، فلا بد من توسيع دائرة الاهتمام عشان نحقق العدالة. يمكن أغلب الناس، ما كلهم، مفهوم العدالة مربوط عندهم بأخذ التار أو بمعنى آخر تحقيق العدالة في الظلم والقهر اللي حدث أثناء الثورة السودانية. لكن خلينا نوضح برضو وأفند كلامك بأنه العدالة مفهومة في أنه يعني العدالة بين الشعوب كلها في كل المناطق في كل الولايات. ده المفهوم اللي يمكن هو غايب على كثير من الناس، أنه في مناطق نزاع، مناطق عانت من حروب كثيرة تحتاج لأنه هي يعني تنعم بخيرات البلد البسيطة. طيب دكتورة، يعني رؤيتك تحديدا بما أنه ذكرنا النزاعات، رؤيتك للنزاع في دارفور تحديدا. النزاع في دارفور يا ستي له أبعاد كثيرة. أنا بالنسبة لي بعتقد بأنه يعني بعده الأول اللي هو تحديد الهوية. يمكن أساس القضية في دارفور مسألة الهوية. إحنا ما زلنا ما قادرين نحدد هويتنا ما بين عرب أو أفارقة. إحنا الهوية الحقيقية المفروض إحنا نتمسك بها ونشيعها وسط الناس عشان نسل لموضوع السلام، اللي هي هويتنا السودانية. إحنا سودانيين. يس، إحنا السودانيين بغض النظر عن أنت عربي أو أفريقي. في مناطق النزاعات دي بتلقي التفصيل ما بين عرب وما بين زرقاء. فده تفصيل غير عادل، وده اللي بيصير نفسه المشاكل. فيبقى أولا نحدد الهوية. الحاجة الثانية بعد اقتصادي، يمكن المناطق دي عانت من عدم تنمية، عانت من كميات من الفقر، عدم توفر فرص عمل للشباب، واللي هم الشباب اللي بيكونوا وقود الحرب في لحظة ما. إضافة للبعد الثقافي نفسه، البعد والموروث الثقافي مفروض يتغير. طيب دكتور، رؤيتك للنزاع أيضا في دارفور، أو ما نقول للنزاع، رؤيتك لما بعد السلام في دارفور؟ ما بعد السلام لدارفور دي بقى أحلام كبيرة لا حد لها. إذا وجهنا اهتمامنا بالمنطقة دي، يعني أنا زرت منطقة دارفور، زرت غرب دارفور جدا، فزرت غرب دارفور، شرق دارفور. حتى الأفراد المتواجدين فيها أو سكان هذه المنطقة ما هم ناس حروب ولا ناس نزاعات، بالعكس ناس مسالمين، ناس طيبين جدا. المنطقة فيها كثير من الثروات اللي ممكن يستفاد منها. فما بعد النزاع لو وجهت كل التنمية لمناطق النزاعات، لمناطق دارفور، يعني هنحكس أثر كثير حتى على المركز. هناك بيعانوا من عدم خدمات، ما في خدمات كثيرة متوفرة عندهم، بيعانوا من إنه ما في تعليم بالمستوى اللي هم يمشوا به لقدام. فلو ركزنا الاهتمام بالتعليم، بالتنمية، بوضع مشروعات لهم، بنقدر حتى نسحب من العاصمة أو من المراكز الضغط السكاني الموجود فيها. فشوف لما يعني تخلي التوازن ما بين حتى التوزيع السكاني للناس، كمية الفائدة اللي بتطلع منها شنو. صحيح، أنا الضغط يمكن في مناطق معينة. طيب بنتكلم عن 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 عنصر أساسي في المجتمع، نصف المجتمع، وهي المرأة ودورها، وقدريه هي مؤثر إيجابي كبير جدا في المجتمع إذا تم التوجيه بالطريقة الصحيحة، قد تكون مؤثر سلبي في بعض الأحيان. المرأة في النزاعات أو في منطقة النزاعات تحديدا، خلينا نتحدث شوية عن معاناته، يعني عشان نقدر نتعرف على الصورة الواضحة للمرأة وهي محتاجة لشنو حاليا عشان تقدر تدعم البلاد بصورة جيدة. المرأة في مناطق النزاعات ده الوجع الأكبر بالمناسبة، والوجع المفترض يرافقنا لأنه نعمل الكثير. المرأة في دارفور عانت عدم الاستقرار. عدم الاستقرار أداها لأنه تعاني من وضع اقتصادي سيء جدا، بأنها فقدت العائل إذا كان توفي في الحروبات أو إذا كان من جرح الحروبات اللي ما قادر يتحرك، فبقت هي حاملة العبء الأكبر. المرأة في دارفور هي اللي بتزرع، هي اللي بتنتج. فشوف إحنا لما النزاعات أثرت على دارفور، أثرنا حتى على كمية الإنتاج منها. ليه؟ لأن المرأة هناك هي المنتجة الأكثر من الرجل. فجاءت الخرطوم، لجأت للأعمال الهامشية، للحرف الهامشية،
تعرضت للإساءة، تعرضت للامتهان. المرأة في دارفور بتعاني اقتصاديا اجتماعيا، حتى قيمة المرأة هناك هم ما بدوها القيمة الحقيقية اللي عندها. المرأة هناك بتشيل عبء أي شيء، فمحتاجين لتأهيل. يعني تفتكري دكتورة إذا دي المعاناة الحقيقية الفعلية أو اللي يعني واضحة لكل الناس في منطقة النزاعات، شنو مطلوب من الحكومة الحالية ومن إحنا كأفراد في المجتمع لدعم المرأة في منطقة النزاعات تحديدا؟ المطلوب مننا شنو يعني؟ هل يعني إقامة دورات تدريبية تأهيلية نفسية وغيرها؟ طيب شوف، في آية بتقول وأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الأمان؟ يس، تحتاج للأمان أول، تحتاج لتوفير مصادر دخل لها، تحتاج للتدريب والتأهيل. هناك يمكن أنا ما صادفتني يعني مثلا مراكز تدريب حرفي أو مهني، مع أن المرأة هناك بتمتحن الأشياء الحرفية، صناعة الجلود، صناعة الخشب، فبيفتقدوا أشياء كثيرة. جانب التدريب والتعليم لو ركزنا عليه هو بيقوم بعالج ليه كل القضايا الثانية بالنسبة للمرأة. جميل. بعدين قابلني يعني مقر هو مفترض لتطوير المرأة اسمه مركز تطوير المرأة، للأسف ما موجود فيه شيء، يعني عبارة عن قاعات أو فصول فاضية ما فيها حتى كراسي، رغم أنه المركز ده ممكن يقدم خدمة كبيرة جدا. المركز بتديره واحدة من نساء دارفور، أنا بعتبره من معضلات دارفور، منى تازورة. ففيه بيعلموهن الأشغال اليدوية، فيه حضانة للأطفال، بيعلموهم مصادر رزقي وكسب دخلي وغيره. فإذا اهتمينا بالجوانب دي هناك بنقدر نضيف للمرأة الكثير. المرأة ما محتاجة بأنه نديها إعانات شهرية بقدر ما هي محتاجة بأنه نعلمها سبل كسب العيش تكون كده. جميل. دكتور إحنا بنتكلم يعني في ظل ظروف عالمية، ما ظروف سودانية فقط، ظروف عالمية في يعني ما دار أقول محاربة، لكن إحنا أمام ثورة تكنولوجية كبيرة، أمام إعلام حديث، إعلام إلكتروني، سوشيال ميديا. الإعلام الإلكتروني، الإعلام الحديث كان هو سبب رئيسي في قيام الثورة السودانية، كان سبب رئيسي في حراك جموع الشعب السوداني للشارع العام، كان سبب رئيسي في نقل الصورة المؤسفة والكبيرة من صفوف ومن مشكلات ومن عدم توفر مواد تموينية وأدوية وغيرها من المشاكل للعالم الخارجي. هذه الثورة أيضا هي سبب في أنه تكون سبب في أنه تحقق السلام الاجتماعي، وقد تكون سبب في أنه ما يكون في سلام اجتماعي، يكون في خلافات، في عنف، عنف لفظي، عنف صوري، عنف بشتى الطرق الممكنة في مواقع التواصل الاجتماعي. كيف نحن نقدر نصنع سلام اجتماعي في السودان في ظل هذه الظروف، ظروف الثورة الإلكترونية الكبيرة؟ لا سبيل لنا لحل الحاجة دي إلا الوعي السلوكي، نشر الوعي السلوكي عبر الناشطين في مختلف المناطق. نعم التكنولوجيا مؤثرة كثير، بس ممكن يستفاد منها بصورة إيجابية كمان. يعني حتى المناطق اللي ما نقدر نصلها ممكن يتم فيها بث الوعي، فمن غير الوعي السلوكي ما نقدر نغير حاجة. طيب يعني أخيرا كده، ما هي متطلبات السلام الاجتماعي؟ متطلبات السلام الاجتماعي كثيرة لا حصر لها، نذكر منها. نذكر منها. طيب إحنا لو جينا ناقشنا على أساس أركان السلم الاجتماعي ذاته، كان السلم الاجتماعي بيحتاج أول حاجة للإدارة، الإدارة السياسية تحديدا، فيبقى مفترض يكون عندنا تشريعات وقوانين. بدءا ناخذ تجربة رواندا، نلغي موضوع العنصرية. ما هو السلم الاجتماعي بأنه التوافق ما بين الناس، توافق العرقي، توافق الإثني، توافق الديني، توافق الأفكار والمعتقدات. إحنا كلنا مختلفين، فكيف إحنا ندير الاختلاف ده؟ بنحتاج أولا لتشريعات في الفترة الأولى. الشيء الثاني بنحتاجه تحديد الهوية. إحنا ما زلنا عندنا مشكلة الهوية بأنه أنا جعلي وأنا محسي وأنا إحنا مفترض نثبت هوية بأنه إحنا سودانيين وفقط، وغيرها من المتطلبات الكثيرة جدا. نتمنى أن هي تحقق في القريب العاجل مع مفهوم مع توقيع السلام العام في البلاد. أنا شكرا لك كثير جدا دكتور دلال عبد العال، باحث وأكاديمي وناشط اجتماعي، على هذه المساحة. شكرا جميلا لك. شكرا لك يا ستي.